بقول لك ايه، الواد سلطان بره ومعاه واحده شكله كده عايز يتجوزها. ما ترحمينا بقى يا شيخ. انت ايه، كان نفسك تطلعي مأذونة والمجموعة قدك ست بيت؟ مالكش دعوه، وانا غلطانه ان انا حاولت اساعدك. ايوه غلطانه وستين غلطانه كمان. ويا ست اللي انت عملتيه امبارح ده، ازاي تمشي وتسيبينا كده مره واحده؟ انا بقى بعمل كده ليك؟ شوف حاجه اشجان هانم تسوي اللي هي تبيه، سمعت يا سعيد؟ ده معاكم انتم، لكن دي حشريه قوي قوي قوي. انا حشريه؟ ماشي. اشجان ما في مثل اشجان. وبعدين البت جت طلبت مني الصبح رقمه، ممكن اعرف كانت عايزه منك ايه بالظبط؟ شفت انت مالك يا جماعه الخير، بتخلونا قاعدين برا. اجي ادخل ادخل، حياك الله. انا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله يا ابو ابراهيم. هلا. هذا انا بهال اخوي الكبير. اهلا وسهلا يا حبيبي. انت عندك كم سنه؟ معلش هي بتشوفك بس مناسبه ولا لا؟ مناسبه لايش؟ للنضاره. عسل عسل والله، عسل يا حبيبتي، منوران. ايه القمر ده؟ لا لا عسل. ايش رايك؟ شايفه بقى؟ عارف مصنع الحشريه بيطلع منها حاجات حشريه صغيره كده، هي المصنع. اشجان هانم اللي تقوله هو اللي يصير. تفضل. هذه طال عمرك نوال بنت الشيخ نواف اللي كلمتك عنها طال عمرك. اها اهلا وسهلا، شرفنا. الله يخليك، منورانا. ماشي، انا هقوم انا بقى اشوف الحاجات. ها اشوفك تاني يا حبيبتي قريب. البسي بقى كده فواتحها، بلاش تغمقتي لسه صغننه. انت عندك كام سنه؟ ماشي هعرف. ها الله في داهيه. هذه النظارة حقت اخوي اللي اقول لك عنها. اصورك؟ صوريني صوريني، انا صدقين ما صورت. خذ راحتك وانبسط، ضحكت اخوك. والله لو في الملاهي ما كانوا عملوا كده. امس كنت صوري بعد. ايه صوري صوري صوري. لا 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 جوالك. جوالك؟ ممكن نظارة؟ النظارة النظارة. خلاص خلاص عاد خلاص عاد. سم طال عمرك سم. اعمل حسابك لو طابض عليك يا وسام سلطان. ها وليه يعني سلطان؟ ليه يا اخوي سلطان؟ ترى صفوان يدري ترى. وانت مين اللي قال لك؟ اشجان. ومين اللي فتح الموضوع اول، صفوان ولا اشجان؟ وهدان. مين وهدان؟ اللي قاعد في عجمان. خلينا من وهدان وما وهدان، الموضوع صار صعب. تفضلي يا بنتي. الحقيقة أنا بس حابة كنت أتعرف عليك، ما عندي شيء أبي أعرفه. وهذا أنت طلعتي لك بصورة بعد، يلا. صدقين أنت أول وحدة تمر علي في مكتبي وما تطلب شيء؟ والله أنا مرة سعيد إني شفتك وتعرفت عليك. أهلا وسهلا. تكفى يا أبو إبراهيم طالب طلبة. أبي أخذ النظارة بس نص ساعة نص ساعة ساعة بالكثير وأرجعها. ليه يا سلطان؟ ليه ليه ليه؟ رمضان ولد نوال موجود عند جدة في المعرض، بنصور لك كم صورة حق السناب. عايز ياخذ الصورة عشان ده. إيه رأيك يا نبهان؟ ليه ما ياخذ نظارة وهدان؟ خذ نظارة وهدان.